السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طفرة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طفرة. شنو واقع؟ علاش ما كيخدموش لي ترانزيسيون؟ علاش ما مشيتش للستوديو؟ وي شنو واقع؟ علاش ما كنقدرش ندير ترانزيسيون للستوديو؟ عادل، يوجد اكتساح ساحق لفيروس التاج كورونا لجميع أنحاء العالم. حالات وفيات تتزايد والأمور خارج السيطرة تماما يا عادل. من المستحيل لأي شخص الخروج. تم تطبيق الحجر الصحي لأن الفيروس ينتقل في الشوارع متعطشا لرفع أرقام ضحايا. أنت مضطر لعدم الخروج لمدة لا تقل عن أسبوعين. في البرومو ديال الحلقه كان عندي واحد الكاركتر سميتو ديدو، نقدر نخرجو وما يتقاش بكورونا حيت هو اصلا كاركتر وهمي. فين الساط؟ هاني الساط، بغيتك تمشي ليا للستوديو. زين وي ديدو خاوي، ياك الدنيا كامله خاوي. شوف جيب لي اي اوبجي تما من الستوديو، غنحطو هنايا في البيت وغنقدم الحلقه. جيب داك المحبق، جيب جريح. ديما اي حاجه تجيك من برا ديما عقم يدك، ما تقيش شي حاجه جاتك من برا بلا ما تعقم يدك. ضروري من المعقمه ديالو، القضيه ما بقاش سهله. انت راك عارف هادشي. اش هلا دابا مزيان، سلم عليه. هلا شي الا سلمتي هاد المره ديما تعاود تغسل يدك ولا تمسح يدك. الحجر الصحي ماشي سجن وماشي حاجه لا تمنعني انني ندير البرنامج ديالنا. وهو بدالنا الانترو. الخيال ديالك ممكن يسمع اي حاجه ما مسموعاش في الحقيقه، وممكن يشوف اي حاجه ما كتبانش في الحقيقه. وخير دليل هو فاش كنا صغار كنا كنخلقوا قصص صغير بالدمى اللي عندنا. كنا كنشوفهم مثلا كيقولوا كلمات لبعضياتهم، كنا كنخليهم يتضاربوا ويعيشوا الاكشن مع بعضياتهم، وهذا فقط غير من الخيال ديالنا. رغم اننا مقفول علينا في غرفه واحده، كنا كنحسوا براسنا خارجين على النطاق ديال الدار ديالنا من خلال الحوايج اللي عندنا في الدار. كنا كنشوفهم بطريقه غريبه على كيف ما كيشوفوهم والدينا. وهذا علاش طفرة اليوم هي الغرفة كاملة ديال الحجر الصحي. يكفينا اننا ناخذ جرعة من الخيال ديال الطفولة ديالنا وخلينا نشوفوا شنو نقدروا نديروا فيها. قوة التخيل تقدر تصنع منك مبدع، حيت بكل بساطة الإبداع هو تشوف الأمور من زاوية مختلفة على اللي شافوها اللي قبل منك. كيف ما كان كاس صغير دانا الموسيقى تقناو. وسلة المهملات خلتنا نسمعوا أحسن أصوات الطبلة. ولكن من بعد التخيل كتجي حاجة غريبة، هي أن الإنسان ممكن يكتسب المهارة ويتعلم. نعم، إن العقل كأداة لاستقبال المعلومات وتحويلها إلى صورة ذهنية لا يفرق بين ما يستقبل ويرى بالعين وبين ما يستقبل ويرى بالمخيلة. واجدين؟ يلا واحد زوج ثلاثة يلا علي ديدو علي تحرك صاحبي علي ديدو سير سير تحرك يا صاحبي. يا الله يشافيك. جميع الدراسات تبتات ان العين هي فقط عضو مساعد لنقل الصوره. الرؤيه الحقيقيه كتكون في الدماغ، والدليل هو انك واخا كتكون ساد عينيك تقدر تشوف الحاجه وكتقدر تشوف لقطات كيف ما بغيتي انت، وما عندهاش علاقه قداك الشيء اللي كتسوي دابا. تريح تيقتي راسك اخطبوط ولا او واحد طيار حربي اللي سميتو جورج هول وقع اسير في حرب الفيتنام لمده 7 سنين. 7 سنين هو مسدود عليه في الظلام ما كيشوف والو، وكانت عنده واحد العصايه صغيره كان كيتخيل راسو انه كيلعب بها الجولف. مني خرج من بعد اسبوع شارك في مسابقه عالميه للجولف وربح المراكز الاولى من هذه المسابقه العالميه. ربح مسابقه فقط بالخيال ديالو وروض دماغه على انه يتعلم لواحد الرياضه اللي ما كان كيشوف والو بعينيه، كان مسدود عليه في بلاصه اللي محسوبه الامطار ديالها. المجموعه الاولى جعلوها تتدرب على الرميات الحره كل يوم لعده ساعات،
المجموعة الثانية لم تدرب أبدا. المجموعة الثالثة طلب منهم أن يتخيلوا أنهم يتدربون على الرميات الحرة بخيالهم فقط. بعد الانتهاء من التمارين وجدوا أن المجموعة الأولى تحسن أداؤها، أما المجموعة الثانية فلم يكن لديها أي تحسن كما هو متوقع. ولكن الغير متوقع أن مستوى المجموعة الثالثة تحسن تقريبا بنفس نسبة المجموعة الأولى. وأهم أوبجي عندنا في الغرفة ديالنا اللي نقدروا مسيغي نسافروا به من غرفتنا، نقدروا نتسروا به العالم، نقدروا نشوفوا به الكواكب كاملة، ديدو قولي لنا شنو هذا الأوبجي؟ هذا تليفون. بحيث كاينه مواقع اللي كتقدر تخليك دير زيارات المتاحف، الاماكن السياحيه، وتحس براسك بحال فيها انت بصح. وواحد لوبجي كيكون عندنا كاملين في الدار اللي هما لي زيكوتور اولا الهيدفونز. كاين واحد النوع ديال الفيديوهات اللي كيكون الصوت فيهم 3D. الا درتي لي زيكوتور اولا انا في بحال هذه الحاله هذه غادي ندير سانهايزر نويز كانسليشن اللي غيخليني نعيش اللحظه ديال بصح. غادي تحس براسك بحال كاين في هذيك البلاصه. خلينا نجربوا التجربه مع اول فيديو، وكنصحكم انكم ديروا لي زيكوتور باش تعيشوا معايا التجربه. سير كتسمعوا الضرب بعيد ياك؟ صاروخ دز من فوق. اول تجربه ديال اننا نحسنوا شعرنا ونحسوا بحال شي واحد كيحسن لينا شعرنا. جيتار خدم الماكينه هنا. I think that looks wonderful. ضرب لي واحد معاك. واش دي غرادي مزيان؟ تجربه واعره بزاف بزاف. الا بغيتوا تجربوا هذه التجربه هذه كتبوا 3D sound videos في يوتيوب، غيطلعوا لكم بزاف ديال الفيديوهات. ديروا لي زيكوتور بجوج اولا الهيدفونز ديالكم وجربوهم. كورونا فيروس خطير وكيتسارى في كاع شوارعنا دابا، وكيتسنانا نخرجوا عنده، ولكن حنا ما غنخرجوش عنده. حنا صانعين عالمنا غير في الغرفه ديالنا، ولكن نقدر نعطيكم احسن حل واحسن دواء اللي حنا مجبرين اننا ناخذوا هذا الدواء هذا الا ما كانش على قبلنا، على قبل الناس الكبار. انا ولدك، انا بنتك، انا اخوك، احنا ولادكم. جلسوا في الدار. شتي مام كان غور بابا ماما ما يخليونيش نخرج حيت كاينة كورونا. على قبل هذو وليدات الصغار اللي سمعتيهم، الدواء بسيط ونقدروا كاملين نديروه اللي هو نبقاو في دارنا. اسهل حاجه نقدروا نديروها واسهل حاجه نقدروا نعيشوا بها ونحلوا بها هذا المشكل هذا اللي كيعاني منه العالم كامل. يكفينا فقط نبقاو في ديورنا، وكيف ما شفتوا في الحلقه باللي ممكن غير بالخيال ديالنا، اللي ممكن غير في غرفه واحده ندوروا جميع الاماكن، نحسوا بجميع الاحاسيس. الخيال ديالك اوسع من اللي كتتوقع. اعطيه فرصه يوريك كيفاش ممكن يهزك ويلوحك في اي بلاصه بغيتيها تكون. احبكم في الله، وما تنسوش والديكم وقرايتكم والصلاة والسبور كيف ما ديما. السلام عليكم.